معكم محمد شمشوب، عضو مجموعة باربا بابا. احنا هذا النهار في ليفينمون ديال بيناكسيون، ان شاء الله بغينا يعني نكونوا وحدين من الناس اللي شاركوا في هاد لاسواري هادي. عارفين ان الاهداف الحمد لله اهداف نبيلة ديال هاد الجمعية هادي، ومن تعرضت عنا الفكرة لبيناها يعني بصدر رحب تلقائي، قضية تلقائية الحمد لله. المهم احنا دابا كنتسناو ان شاء الله الباساج ديالنا. كاينين دي زارتيست بزاف جاوا كلهم لباو الدعوة، وكنتمناو ان يكثر هذا النوع ديال المبادرات يكونوا كثار، حيت ما احوجنا لذلك. صلات لكم في 2019 طريفة كنعرفها شاطئ طريفة صراحة. ما 2016 الحمد لله كاين شي احراج طاح لنا؟ لا ما جوج لعيبه ما هي اللي يقدر يقول لنا بلاتي. انت علاش كتخاف من الكاميرا؟ لا انا ما كنخافش من الكاميرا. علاش نخاف منها؟ ما كنخافش من الكاميرا. متاكد انا بعدا حمزة بوريقي عضو من فرقة باربا بابا، و الرأي ديالي على هذه المبادرة اللي دايرين اليوم أنا جاتني من أحسن الحوايج اللي طراو حاليا في 2016 الحمد لله. والله شنو هو التطلعات ديالكم 2017 والبرامج ديالكم في 2017؟ البرامج الفنية 2017 سوف يكون حافي ان شاء الله بزاف ديال المفاجآت. ديجا راه خرجنا واحد لو كليب سميتو يا حلاوه، واحد دابا جو بونس دو ولا 3 سيمين باش تلاح باش خرج. الحمد لله لاقي اقبال مزيان، هي اغنيه اوريجينال ديالنا، والجديد ان شاء الله كنحاولوا ما امكن انه يكون في الاخر ديال هذه الشهر قبل ما يشدنا 2017 اللوحو الجديد ديالنا. وان شاء الله 2017 كما قلت لك راه كاين بزاف ديال الحوايج جايين. باربا بابا جايب الجديد، جايين دي باغولي، وجايين اغاني اوريجينال ان شاء الله ديالنا. جمهور هبة بريس ياك؟ جمهور ديالنا ولا جمهور ديالنا؟ هو الجمهور ديالنا غنقول ليه يتبعنا ويشوف الناس اللي ديجا ما شافوش الكليب، حيت درنا كما قلنا درنا حكليني نيفي ويلي ويلي ويلي، ودرنا اجي يلاه هذه اغنيه هي اوريجينال، يشوفوها الناس. الناس اللي متبعينا هما كاينين بزاف ديال يعني دي فان اللي كيتسناو اي حاجه نلوحو زعما نلوحو سوغ لو ويب، يخليهم غادي مقرب لينا، وان شاء الله راه غنعطيهم يعني الجهد غنبدلو مجهود باش نعطي واحد الحاجه اللي مزيانه ان شاء الله.